أما هلأ مشاهدينا بننتقل لفقرتنا التالية. الأوضاع المعيشية والاقتصادية قاسية اللي عم نشوفها يمكن عم تأثر على حالتنا النفسية، كتير من الضغوطات اليومية عم نعيشها اليوم تنعكس على نفسيتنا وردات فعلنا. كيف فينا نتخلص من هيدا الضغط والتوتر بشكل مستمر ما يأثر على سلوكنا؟ كل هالقصص رح نحكي فيها مع الدكتورة والاختصاصية النفسية هنادي السلاخ عن الضغوطات الحياتية وطرق معالجتها، كيف فينا نكون هيك شوي رايقين. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك وصباح الخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. كلياتنا عم نعاني من ضغوط حياتيه ونفسيه نتيجه الظروف اللي نحن عم نعيشها، فخلينا نعرف علميا شو هي الضغوط النفسيه اللي نقصد فيها او الحياتيه. كيف بتختلف درجتها كمان؟ الضغط النفسي هو استجابه الجسد لقيمه معينه نحن عنا اياها، يعني وقت الجسد يشعر او في حال تراكم المهمات. شو يعني؟ كل انسان يشعر بالضغط بشيء مختلف عن الاخر. نحن نشعر بالضغط للاشياء اللي بنعطيها قيمه. فرضا مثلا عندنا الشخصيات المثاليه اللي بتحب دائما يكون عندها كماليه بكل شيء، الامتحان بالنسبه لها ضغط كبير، فهو بيحس عنده مشاعر سلبيه، توتر، خوف، قلق فترات الامتحان، احيانا بيسبب للانهيار. وكثير نعرف من الاشخاص اللي عندهم عدم قدره على تحمل الضغوط ما بيقدم الماده، يعني احنا بيجينا حالات عياديه قبل الامتحان بيكون مضغوط مضغوط مضغوط، بعدين بيقول لي ما قدمت الماده. فكل شيء تعطيه قيمة نستجيب إليه شعوريا بشيء أكبر بنعتبره ضغط. ما فينا نقول ضغط معمم الأشياء، بس هلأ فعليا إذا ما فينا نقول ضغط معمم، بس الحالة واحدة هي ردات الفعل والضغوطات شعور واحد. انعكاس تمام. انعكاس على شخصية، لأنه شخصيات تختلف بالأخير، بس بالمجمل هلأ إذا بنطلع كل الناس فعليا مضغوطة اقتصاديا ماديا معيشيا، يعني ما في حدا اليوم ما بنحكي معه إلا ما عم يشتغل شغل واثنين وثلاثة ونفس الأسباب اللي بتسمعيها بشكل يومي. فخلينا نحكي عن هي الضغوطات اليومية، يعني كيف فينا اليوم مثلا نشوف كثير من الآباء والأمهات بينضغطوا بشكل كثير كبير، بيرجعوا ما عم يقدروا يعملوا كنترول على حالهم، بيفشوا خلقهم شوي بالولاد، بتنعكس على نفسية البيت أساسا، بيصير متوتر مضغوط. خلينا نحكي عن هي الضغوطات مبدئيا لأنه هي حالة عامة اليوم لنقدر شوي نعطي معلومة مفيدة للناس. لأنه كل حدا عم يشوفنا بنقول رح نعمل واحد اثنين ثلاثة ما عم نقدر، هذا الحكي جميل كثير بس تطبيقه على أرض الواقع قديش فينا نشتغل عليه. اللي ذكرتي حضرتك عم تحكي على الضغوطات الخارجية، يعني نحن الظروف الاقتصادية الاجتماعية هي كلها تصنف ضغوطات خارجية. قبل مواجهة الضغوطات الخارجية بده يكون عندي قدرة وتحمل داخلي، يعني نحن وقت نحكي ضغوطات داخلية هي مهارات الشخص النفسية. اليوم ما فيني أقول الكل ما عم بيتحمل الضغوطات. الشخص اللي عم بيشتغل شغل واثنين وثلاثة، بالعكس هذا الشخص قادر أن يستمر على الرغم من الضغوطات. منشوف أشخاص آخرين، ناس تانين ما عم بيعملوا شيء، بيقول لك أنا تعبان أنا مو قدران. أصحاب التبرير الخارجي، نحن وقت نتطلع يعني وقت تكوينة الشخصية، في ناس دائما بتعزي المشاكل للخارج، وفي ناس بتقول لك لا أنا قادر استثمر حالي، عندي مهاراتي عندي قدراتي اللي أنا واجه الضغط. فبيلعب دور قدرة الشخص على مواجهة الضغط الخارجي بقدرته على تحمل الضغط الداخلي، وهون هذا بينشأ من الطفولة. نحن وقت نعلم الطفل من الصغر تحمل المسؤولية، ما نقوم نحن نعمل عنه كل شيء، نرسم له الحياة مثالية ووردية، بيكبر ما بيقدر يتحمل الضغط الخارجي. أي ضغط أو مشكلة بيعتبرها كبيرة. حتى الأهالي اليوم في بتطلعي بتلاقي نموذجين، أهالي لا قدرانين يستمروا حتى عم يكتشفوا إبداعات أطفالهم. نحن وقت عم تطلعي اليوم على المسابقات القراءة والفنون، في اليوم مواهب كثير عم تطلع من عنا، يعني سوريا اليوم أثبتت نفسها بالخارج على الرغم من كل هالضغوطات. هون بيفرق تكوين النفسي للأهالي. فكيف نحن نواجه الضغط الخارجي؟ نحن اليوم مثل ما عم تقولي ما فينا ننظر على الناس، امشي العب رياضة، اعمل شيء انت بتحبه، وانت مو قادر تتحمل بعد 10 سنين لا لسه لازم، يعني هذا الحكي يعني بيع حكي نوعا ما الناس بتسميه. فنحن بنرجع للداخل، ابني نفسك من الداخل، معلش الشغلات اللي نحن ما تعلمناها كذكاء انفعالي، رفع قدرات، تحمل،
وعادي الحياة من دون ضغوط ما لها حياة، ولكن نسبية ناس تقدر تتحمل وناس بتقدر. شو هي أهم المهارات اللي لازم ينشغل عليها لتحمل القدرات؟ يعني ذكرتي مثل الذكاء العاطفي، بعض المهارات الداخلية الخاصة. أول شيء نحن نعترف أنه الضغط موجود، ما فينا ننكر اليوم أو نهون على الناس لا أنه ما في ضغط، نحن اليوم مضغوطين من كل شيء. أول مهارة يكتسبها الإنسان هو الاعتراف، الاعتراف بالمشكلة، لأنه النكران هو عملية مقاومة. الجسم يستجيب إلى الضغط النفسي بإفراز الأدرينالين، يعني كأنه الإنسان بحالة خوف. نحن نستجيب للضغط كأنه نستجيب للخوف، ففي ردود فعل جسدية اتجاه الضغوط. فالأشخاص كيف؟ أولاً وأهم شيء هو بدنا نقول تحمل الضغط وإيجاد حلول. في ناس بتقلك أنا حلي اليوم السفر، ما بتنحل مشكلتي إلا بالسفر، تلاقيه قاعد. فنحن مهارة حل المشكلات كتير بتفيدنا بالضغوط، يعني لكل مشكلة حل وبديل حل. طب أنت إذا ما سافرت في حل تاني تالت رابع، أن استثمر قدراتك اليوم مثلا اتعلم اعمل شيء، ما تقعد بروتين الحياة. نجي يعني الأشياء المتداولة اليوم اللي احنا بنقول النوم الجيد، الأكل، وا 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 وا. ولكن طب وإذا في نقص خدمات؟ احنا اليوم عم نعاني من حاجاتنا الفيزيولوجية، فهي أكبر ضغط الإنسان وقت يكون عنده بقاعدة الهرم مشاكل، ما بيقدر نحن نروح لتحقيق الذات ولتطوير الذات. فأول شيء اليوم الكل عم بيفكر فيه هو الخدمات، الخدمات المعيشية. نحن عم منعيش في ضغوطات كبيرة اللي ذكرتيها، هي الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية حتى الأسرية. اليوم الأسرة بتتخانق على أشياء ممكن تكون بسيطة، صحيح، فعم بتولد ضغط، عم بتولد هالطفل أو هالمراهق إنه هو يلجأ إلى الخارج. لهيك نحن اليوم عم نشوف كتير شيء من تنفيس الضغوطات هي التدخين، الكحول، ممكن اللجوء للمواد المهدئة، ممكن اللجوء للمخدرات. فالإنسان وقت ما يعرف كيف هو يدير ضغطه حيلجأ للأشياء اللي هي السلبية لنفسه. فنرجع للبيت اللي هو الأساس والركن الأساسي، وقت يكون عندنا تنشئة أسرية من الوالدين قادرين على الاستماع، عندهم مرونة، عندهم تسامح مع الأطفال، نحن مننشئ أشخاص قادرين على تحمل الضغوط الخارجية. ولكن ضغط داخلي وضغط خارجي، هون لحنا عرضة للأمراض والاكتئابات والقلق اللي بيتحول لمرضي، بيكون من ضغط تراكم هذا الضغط، صحيح، تحول إلى مرض. طيب موضوع الضغوطات اللي عم نعاني منها الكل ما حدا بيقدر ينكره أبداً، ومثل ما ذكرت نور هو الصورة مانا وردية، ولكن كمان بالمقابل منشوف بعض الأشخاص اللي هنن قدرانين يتحملوا نوعا ما هاي الضغوط ويتكيفوا. احنا ما عم نقول انه اشخاص هون انه بيشوفوا الدنيا مثل ما بالمصطلح نقوله العصافير تزقزق، لكن هنن صار معهم موقف بهي الظروف بيقدروا مثلا بعدهم يتعاملوا معه بشوي من الاريحيه عن غيرهم. بوصلوا على البيت يمكن المحيط داخل البيت كمان يكون ضاغط بالنسبه لهم. كيف هدول الاشخاص اليوم قادرين هيك يحافظوا على توازن نفسي، يعزلوا حالهم عن هاي المشكلات، سواء كنا نحن عم نحكي مشكلات كبيرة صعبة الحل أو حتى ممكن عم تكون مشكلات صغيرة على صعيد نطاق القريب ولتكون الأسرة؟ في شيء ملاحظ، في ناس بتشتغل تحت الضغط فقط، يعني هدول الناس اللي بيسوفوا ينجز تحت الضغط، يعني هو وقت تتركيله أنت وقت كتير متاح وتقولي له بعد شهر، بيقعد كل هالشهر آخر يوم يومين. فممكن هدول الأشخاص يكونوا من أصحاب أنماط الشخصية اللي بتسوف كتير، مترددة كتير، ينجز تحت الضغط. يعني نحن نموذج كتير هو مثير للملاحظة وقت تشوفي هدول الأشخاص وبينجزوا وبينجحوا أكتر من الأشخاص اللي بتلاقيهم عم بيحضروا مثلا صار لهم شهر. فهذا نمط من الأشخاص اللي حضرتك ذكرتيهم أنه ينجح تحت تأثير الضغط. ولكن في الأشخاص الآخرين اللي احنا اللي بنشوفهم هن ناس شاغلين على حالهم، شاغلين من جوا، تعرضوا يمكن لمشاكل كتير ارتفعت عندهم القدرة على التحمل. احنا وقت نتعرض للمثير بالبداية تكون ردات فعلنا أكثر، ولكن تكرار أنت تحملك للضغط بيولد عندك مهارة باللاوعي، فبيصير بتقولي سهل انه هذا الشيء انه عادي سهل. اليوم احنا كمان كلمه متداوله، ما عاد في عندنا سقف ممكن للالم. احنا بمهاراتنا النفسيه اليوم صار عندنا كل شيء عادي واخترعنا. هذا مو كمان حساس شوي لما يكون ما عندنا درجه للالم؟ يعني بيقولوا لك مثلا
انه من قد ما حس يعني من قد ما اكل خبطات بالحياه، او اليوم نحن ما في بيت ما فقد عزيز، صحيح. ما فقد شخص غالي، فبيقول لك ما اسفي يعني راح الغالي ما اسفي على رخيص. حتى كمان موضوع بياثر على شخصيه على نفسيته، يعني اليوم نحن مثلا بتحسي نحن شعب عاطفي جدا، يمكن اي كلمه ممكن تحسس نكون حساسين تجاهها تاثر فينا. مع هي الظروف نوعا ما مثل ما قلتي درجات الالم اختلفت، فهذا ما بيأثر اساسا حتى على الشخصيه. يعني هون بعتقد هذا سيف ذو حدين، شيء ايجابي للضغوطات وبنفس الوقت بينعكس من جوا على شخصيه اي حدا. صحيح. نحن وقت نعلم الاشخاص على موضوع التعامل مع الظروف الخارجيه اللي هي فقدان عزيز، دائما بنلجأ لمهاره التسليم. يعني نحن الموت والمرض ما فينا نوقف عندهم، وقت نعالج هدول المواضيع نلجأ الى مهاره تقبل الواقع والتسليم. فباللاوعي بصير الشخص عنده عتبة الألم، تحمله للألم هي مرتفعة. ولكن الشخص اللي بيقول لك أنا ما عاد حسيت بشي، ما عاد شي زعلني، هون رحنا بيكون عن موضوع مختلف. صحيح. دخلنا بمرحلة المرض، ولكن مرحلة التسليم والتقبل هي من أعلى المهارات النفسية. نحن بنطمح اليوم للكل يفسر الألم برسالة، ما رسالة الألم. ليش أنا هيك صار معي؟ ليش إجاني هذا الشعور؟ ليش تركت شغلي مثلاً؟ ليش فقدت شخص؟ فالتفسير والتحليل المنطقي والابتعاد بهدول المواضيع اللي هن المرض والموت عن العاطفة هي صحة نفسية وتوازن نفسي أكثر من الاستمرار بالشكوى والمعاناة والحسرة. لأنه إحنا فاصل ما بين تسلم وتقبل وبين شكوى وحسرة، هون بيكون عرضة من أعراض الاكتئاب الشخص اللي صار عنده خدر شعوري، ما عاد حس بشي، تخدر. يعني وقت يقول لك العادي عادي 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 وبالفعل عادي، هو هون يعني نحن بننصح لمراجعة الطبيب ومن ثم تحويله للأشخاص المسؤولين عن الموضوع. بعد ساعات من العمل الطويلة ومواجهة مختلف أنماط الشخصيات خلال اليوم نرجع على البيت، كيف الواحد ممكن بهي المساحة الصغيرة اللي بيقعد فيها بالبيت يرجع لتوازنه النفسي إذا بدنا نقول؟ هو حسب الاستقبال أيام بيكون في، يعني كمان احنا الأسرة بتلعب دور. صحيح. المشاكل بين الأخوات بتلعب دور، فكل ما كانت الأسرة هادئة متوازنة كل ما قدر الشخص هو يرجع برغبة للبيت ويمارس هواياته. يعني نحن نترك الشخص يمارس هواياته، نحن في عنا مشكلة أحيانا مع الأولاد منعانية منخلي مثلا الأولاد يدرسوا التخصصات الدارجة اللي نحن كوالدين بنرغب انه يدرسها. تمام. يا دكتور يا مهندس يا معلم، يعني هدول اختصاصات مع انه بيكون عندهم ميول اخرى. صحيح صحيح. فهي المساحه اللي بالمنزل نترك الاشخاص يمارسوا هواياتهم. صحيح. مهاراتهم بالمنزل في حال مثلا تعسر ممارستها بالخارج. صح. ترك مساحه وحريه للشخص هي نوع من انواع تنفيس الضغوطات، غير اذا بدي اقول بقى التنفس العميق ومثل ما قلنا المشي الرياضه الاكل، ولكن لا نحن دائما للممارسات التطبيقيه. يعني دخول الشخص للبيت ما يكون عباره عن استجواب وتساؤلات. يفوت براحه يلاقي اشخاص ممكن كل مين مشغول بشيء يعمله، وعدم وجود وقت الوقت الفارغ هو عرضه لتسبب بالضغط. صحيح. على الرغم من الفراغ انه هو الشخص ما عنده شيء، ولكن هو ينشئ معاناه لانه الانسان بينعدم قيمته ويشعر بعدم الوجود وعدم القيمه. فدخول المنزل هون بيتعلق على وجود الاشخاص ومين موجود وكيفيه الاستقبال. طيب دكتوره هنادي خلينا نحكي معك، ذكرتي خلال حديثك اكثر من مره انماط الشخصيه. تمام. خلينا نحكي عن انماط الشخصيه الشائعه، يعني اللي بتتاثر بالضغوطات وردات فعلها لنقدر نحن حتى بالبيت نتعامل معها. يعني في كثير من الناس بتقول لك انا بتعامل بهي الطريقه وهي بناء على الشخصيه الموجوده امامك او شخصيتي انا. شو هي الانماط الشائعه اليوم اللي ممكن تكون بحياتنا موجوده اللي بتتعامل مع الضغوطات وردات فعلها بتكون مختلفه؟ عندنا مثلا الشخصيه الحديه، يعني اما هو شخص كثير سعيد او هو كثير غاضب. فنحن وقت يكون عندنا هيك اشخاص كيف بنعرف نمط الشخصيه؟ من ردود الفعل. كثير بتسمعي مثلا لا تحاكوا هو جاي للاب ولا للام ولا للاب، بيكون معصب. فالاشخاص الموجودين هن ما لهم محللين نفسيين ليعرفوا شو نمط الشخصيه. مثلا عندنا النمط الشخصيه الاكتئابي. هلا الحاد يجب عدم التعاطي معه بحالات ردات الفعل اذا ما نعطيه نصائح مع كل حاله. لل
الشخصية الحادة، يعني هون لازم نكون حذرين بالتعامل معه، يعني مشان الناس تعرف تتعامل. بتقول لك في أشخاص بيقول لك يعني احترت كيف بدي أتعامل مع هذا الشخص. فهون بنقول اكساب لحظة الرواء، وقت هو يكون بأقصى الحد، يعني هو وقت يكون كتير مبسوط مثل عنده الفرح زائد المبالغة، ما نروح لعنده وقت هو بيكون بأقصى الحد الثاني، وقت هو بالغضب بالتوتر. حتى الأطفال أذكياء، أذكياء بالتعامل مع الوالدين، يعني هن بيعرفوا إمتى يطلبوا ومن مين يطلبوا وكيف يطلبوا. كمان عنا نمط الشخصية مثل ما قلنا الاكتئابية، عنا الردود الفعل الغاضبة إنه هذا ما بيتحاكى ما بينطلب منه، الشخصية الاتكالية، الشخص المتكل على الآخرين، هو دائما هيتهمل للولد الأول إنه دائما هو متكل على أخواته. فأحيانا بتلاقي الطفل الأوسط دائما هو عنده عقدة الظلم إنه أنتوا بتطلبوا مني وما بتطلبوا من أخي، فكلها هي بتولد ضغوط لا واعية ومقارنات، وبتعمل على شعور الشخص بالضعف. يعني المنزل الأيام بيأثر لبرا، فهذا الشخص اللي بيعتمدوا عليه بتلاقيه شخص مساير برا كتير، بس بده الناس ترضى عليه، لأنه هو بيكون عم بيكسب محبة مثلا الوالدين أو أخواته من خلال التقديم. فبيتولد عنده ضغط وبيصير هو بيعاني من الضغوطات الخارجية، مثلا من سوء علاقاته مع رفقاته، أنه أنا دائما متطلب مني أقدم الحب، فهذا بيصير عنده ضغط اجتماعي زائد ضغط أسري. تمام. بالختام بدنا نشكر وجودك معنا لليوم، لكل النصائح اللي قدمتي لنا اياها، واكيد بدنا نتمنى الصحه والسلامه النفسيه لكل الناس. شكرا لك. اكيد بدنا نشكرك الدكتوره والاختصاصيه النفسيه هنادي السلاخ، يعني الوقت مر معك بسرعه، حاولنا نضوي اهم النقاط اليوم ضمن الحياه المعيشيه والاقتصاديه اللي بتاثر علينا وعلى ضغوطاتنا اليوميه. شكرا كثير لك.